نكهات السمك. اي نعم. يعني هو اكيد السمك المسقوق له اكثر من نكهه. طبعا اكيد. وانواع. انواع. انواع. له كثير انواع، طبعا العراقيين مشتهرين بالسمك الجنوب بالخصوص. بالاخص. بالاخص بهم يعني بواسطه احنا اسمنا بلاد الرافدين اللي هي مشتهره بالانهار. اللي بالمياه بالزراعه، فاكيد السمك موجود بكل ديره من مناطقنا ما شاء الله. بس كل نوع من السمك؟ الانواع موجوده، يعني موجود بالجنوب القطان، الزبيدي، الروبيان، لا هذا من البحريات. ايه عندنا القطان والبني والكاريبي اللي هي الناس تحبه، يعني هو هذا المتوافر اللي عندنا هذا النهري. بينما البحريات الموجوده عندنا مثلا مال خور الزبير اللي هي بالبحر، الروبيان الزبيدي اللي بعد كثير انواع ما شاء الله الناس تحبه، وهذا من كرمنا. اكيد اذواق هو بالسمك طبعا، وكل سمكه ولها نكهه خاصه. أكيد. تمام، انت شنو رايك؟ المسقوف العراقي البغدادي نسميه احنا، بغدادي اللي هي تكون سمكه بس بالملح، حتى الشخص او المستذوق يحس بطعمها. اي اعطيكم مثال بسيط، يعني شلون عندنا مثلا فد سمكه مترباية بمي نظيف او بيئه نظيفه. بيئه نظيفه نجيبها للمجامله او للمزحه، بيئه مولوده بالمنصور وبيئه مولوده بالريف، هم اثنيناتهم على الراس واهلنا واخواننا واصحابنا، بس كل واحد له ستايله، كل شيء له ستايله الجديد. حسب ما العالم ترغب وتحب. الفريش. الفريش اللي هو بس الطبيعي بدون اي نكهات وبدون اي اضافات، يعني شلون نقول من الشبكه للخلاط.